نتائج الانتخابات بمحافظة ديالى والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية لم تكن مرضية لأغلب الكتل السياسية والمرشحين، وهذا ما دفع مجلس المحافظة للتصويت على مقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة واستضافة مفوضية انتخابات ديالى لبيان موقفها من الخروقات التي حصلت. مجلس المحافظة قرر هذا القرار أنه بعد نرفض أي انتخابات طالما الأمن غير موجود في محافظة ديالى. أصبح الناخب مسلوب الإرادة، راحوا لهم لبيوتهم وجلبوهم عائلة عائلة. الانتخابات اللي إذا حدثت ما حدث في الانتخابات مجلس النواب ل 2018 عدة خروقات كنا كمجلس محافظة شخصها، منها المفوضية وأجهزة المفوضية والمراقبة على الانتخابات، وكذلك ضعف الأجهزة الأمنية اللي واضح كان. ويقول مرشحون لم يحالفهم الحظ في الفوز أنهم ظلموا بسبب أجهزة التصويت وسوء اختيار العاملين على المحطات، فيما استغربوا مصادرة أصواتهم ببعض المراكز التي لو احتسبت فإنها وبحسب ما ذكروه تؤهلهم للفوز بالسباق الانتخابي. شنو ذن بالعالم؟ شنو ذن بجمهورنا اللي طلع وصوت لنا؟ اليوم خيبة أمل كبيرة لدى الناخب، بعد الناخبين في محافظة ديالى ما يطلعون بالانتخابات، يصوت الناخب ويتحمل كل مشاكل اللي تحدث بيوم الانتخابات وبالنتيجة المرشح مالته ما يفوز. يعني شخصيا من الفائزين ومن الأوائل الفائزين، لكن للحقيقة انسرقت أصواتي وانسرقت جهودي وانسرقت أصوات ناخبين ومحبين في محافظة ديالى. وبحسب أعضاء في مجلس ديالى فإن آلاف الناخبين سلبت إرادتهم وأدلوا بأصواتهم تحت ضغوطات من قبل جهات متنفذة. للشرقية نيوز نهضة الزيدي، محافظة ديالى.